المركز الأول والثاني. الله يا السيلية، هذا هو الشوط الأول الرئيسي للقاية البكار، يسجل باسم السيلية في هذا المساء لهجن الشيحانية العملاقة. هذا هو الفارق مشاهدينا الأعزاء ما بين السيلية وما بين بقية المراكز. إذن أول الأشواط وأقوى الأشواط يسجل مع هجن الشيحانية ويسجل باسم السيلية. تهانينا تهانينا لهجن الشيحانية وسلامي عليك يا الوهيبي. المركز الأول والثاني والثالث بقيادة المضمر سلطان الوهيبي. تحية تحية مسائية لهذا المضمر ولشعار الشيحانية لحظات الوصول. تهانينا والناموس المركز الثاني منوه، لهجن الشيحانية المركز الثالث مزنة، لهجن الشيحانية الثلاث المراكز. في الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان ينطلق، وهذا هو مضمر الداودية. من انتزعت كأس اللقاية في البطولة الثالثة للخليج هذا الشهر الذي أقيمت في ميدان التحدي وأعلن حضوره شعار هجن الشيحانية في أشواط أصحاب السمو والشيوخ مع سن اللقاية، وفاز هذا الاسم، فاز هذا المضمر مع شعار هجن الشيحانية في أقوى الأشواط الخاصة باللقاية. كأس اللقاية ذهب مع سالم بن فران المري، وها هو الآن يقود المصير إلى خط النهاية في الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان. تهانينا لهجن الشيحانية على وهذه الدوحة مع سالم بن فران المري فائزا دائما وابدا. هذه لحظات الوصول، لحظات اقترابها من خط النهاية 300 متر الأخيرة، وتفوز وتسجل الأسماء وتسجل مع ضمن الأسماء الفائزات في هذه الفترة المسائية. أسعد الله مساك يا بن فران يا الذهبي، دائما أنت بالفورمة ودائما الذهبي مع الذهب، ومعتاد على المركز الأول ومعتاد على الناموس. هذه لحظات وصول الدوحة لهجن الشيحانية بهذا الإنجاز وهذا الناموس. هذه لحظة وصول المركز الثاني، الوجبة لهجن الشيحانية المركز الثالث. الأسعدي أسعدي أبعدي مع الناموس، هذا هو أسعدي مشاهدين الكرام، يسير بخطى ثابتة إلى الناموس، ويسير أيضا رافع الرأس أيها الإخوة بهذا الناموس بدون أي ضغوطات من المشاركين. هذا هو هذا هو أسعدي يصل مشاهدين الأفاضل إلى المية متر الأخيرة. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الشيحانية على فوز أسعدي وتحقيقه بالمركز الأول، كما نهني مضمر محمد بن خالد العطية. لحظة وصول أسعدي إلى خط النهاية وانتزع لهذا الناموس المركز الثاني، الوعد لهجن الشيحانية المركز الثالث. وقدوما ووصول من الدوحة لهجن الشيحانية، أو هنالك أيضا قدوم الدوحة والدوحة وتواجد الداودية جميعا مملوكة لهجن الشيحانية، وهنالك أيضا تواجد الداودية. انطلقت الداودية على المركز الثاني وتواصلت الوجبة على أول المراكز جميعها مملوكة لهجن الشيحانية، وبرفقة المضمر سالم بن جابر بن فاران المري يقدم الوجبة مع المركز الأول ويتواصل بالدفاع مع المركز الثاني من قبل الداودية. سلام الوجبة، سلام سلام وتحية واحترام للوجبة والحصول على خط النهاية مع الفوز والناموس. تبريكات في موقف لا يحسد عليه في هذه اللحظات من خلال تقدم الريان وتقدم السعدي اللي يحاولون اختطاف هذا المركز يا راشد، يحاولون اختطافه العملاق وأيضا المشاغب. يا سلام، ولكن شاهين صامد 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 رغم الضغوط التي يشاهدها على شاهين، إلا أن شاهين أبى إلا أن يهدي السلام لأبناء المملكة العربية السعودية الشقيقة ولكافة ميادين المملكة ولصاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود. تهانينا تهانينا لصاحب السمو الملكي الأمير تركي ولراشد بن عبيد بن بعيران. لحظات الوصول تهانينا والناموس المركز الثاني.
الوجبة، تسللت الوجبة، انتصرت الوجبة. تهانينا تهانينا والناموس أزفها لهجن الشيحانية على هذا الفوز وعلى هذه العروض التي تقدمها الوجبة، وانتصرت الوجبة وفازت مع مضمرها سالم بن فاران المري الذي قادها إلى خط النهاية وأعلن الفوز والانتصار. وهذه لحظات وصولها إلى خط النهاية وإعلانها للفوز. تهانينا والناموس لهجن الشيحانية وللمضمر سالم بن فاران المري. المركز الثاني الدوحة أيضا لهجن الشيحانية. اللي فازت بناموس ناموسين بكاس وبتوقيت خيالي. يا سلام مشاهدينا الأعزاء، تهانينا والناموس لهجن الشيحانية ولكن برفقة المضمر سالم بن فاران المري. الله الشقب قادم، الشقب قادم 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 في اللحظات الاخيره لهجر الشيحانيه سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي، لكن الناموس دائما مع الذهبي. تهانينا والناموس لسالم بن فاران المري على هذا الناموس الذي نزفه لمالك الوعب لهجر الشيحانيه على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني اللي وصل الشقب على المركز الثاني المركز الثالث. يا سلام، لكن الذهبي نجح في الاختبار 100%، فاز في هذه اللحظة بفوز الوجبة بالمركز الأول واحتل المرتبة الأولى في هذا الشوط ليعلن أنه 10/10 في هذا الشوط، 10/10. سالم بن فاران المري، أهنيه الناموس وأهني محبي هذا الشعار. تهانينا والناموس على فوز الوجبة بالمركز الأول. أهني بداية هجن الشيحانية المالكة لهذه الذلول السبوق. تهانينا والناموس أيضا لمضمرها سالم بن فاران المري. في المركز الثاني الانطلاق المميز ايضا باقتراب الى خط النهايه وايضا بتقدمه على الصداره، ولكن السعدي ما زال في النزاع والصراع مع ثاني المراكز لهجن الشيحانيه وسلطان او محمد بن خالد العطيه من يقوده في عمليه التضمير الى 200 متر عن خط النهايه، والوعب هو المتصدر وهو القائد والمنطلق، ويبدو بان صاحب الكلمه بالفعل الوعب هو صاحب الكلمه وبطل هذا الشوط وهو المنتصر والفائز. ولحظة وصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس التهاني التبريك لهجن الشيحانية، كما نهني المضمر سالم بن فاران المري ثاني المراكز السعدي. تعود الملكية لهجن الشيحانية. الوجبة 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 غيرت مشاهدينا الأفاضل، غيرت الوجبة مشاهدينا أينما كنتم. هذه الوجبة من أيضا من انتزعت المقدمة من الدوحة ومن انتزعت هذا الناموس. يا سلام يا الوجبة، هذه الوجبة يا سلام، هذه من شرد هجن الشيحانية، وهذه أيضا إمبراطورية جميلة مشاهدينا الكرام. تتميز يتميز هذا الشعار وهجن الشيحانية أيها الإخوة معنا في هذا الموسم تميز جديد وتميز أيضا مميز، لحظة وفريد من نوعه، لحظة وصول الوجبة إلى خط النهاية. مع عملاق المضمرين، مع شعار هجن الشيحانية العملاق، هذا هو القحيدي، هذا هو القحيدي، وسلالة قطرية تضرب بجذورها في عمق الأصالة القطرية. يا سلام، هذا هو القحيدي مشاهدينا الأعزاء، هذا هو القحيدي يختطف ناموس الشوط بهذا الاسم التراثي العملاق، بهذا الاسم التراثي القدير والكبير، ينتزع ناموس الشوط. يا سلام، مربط سعيدي، مربط قحيدي وسعدي، هذا هو مشاهدينا الاعزاء على مقدمه الشوط. وفي المركز الاول تهانينا لهجن الشيحانيه وتهانينا لمالك القحيدي هجن الشيحانيه وللمضمر العملاق سلطان بن محمد بن سالم. لما
الصدارة وأيضا قادمة إلى خط النهاية كي تظفر بناموس هذا الشوط وكي تكون هي البطلة المتوجة بهذا الشوط. مزنة إذن هي صاحبة الكلمة وصاحبة الناموس ومحققة الانتصار، وهذه لحظة قدومها ووصولها وانطلاقتها إلى خط النهاية. هجر الشحالية هي المالكة، سلطان بن محمد الوهيبي هو من قدم لنا مزنة مع أول المراكز، وأيضا بدأ بانطلاقة المركز الثاني من واو العنود قادمة على ثاني المراكز تتواجد الدوحة. إذا مزنة على المركز لو الثالث تبرك الهجن الشيحانية وحط وصولها خط النهاية المركز الثاني كان وصول قبل الدوحة. هذا هو الشق اللي فاز بدون أي تعليمات للإحاطة، أنه العصا مثبتة تثبيت للإحاطة، العصا مثبتة تثبيت ولم تصدر عليه أي تعليمات. وهذه أسماء كبيرة، أسماء مميزة لهجر الشيحانية. الشقب يهدي مالكه هذا الفوز في الميتين متر الأخيرة، وفي لحظات الناموس وفي لحظات الفرح وفي لحظات البهجة والسرور نهنئ هجر الشيحانية بهذا الفوز، ونهنئ الذهبي أو العملاق سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي على هذا الإنجاز. وهذه لحظات الوصول المركز الثاني، القحيدي على المركز الثاني لهجر الشحانية. السلام، هذه الدوحة، هذه الدوحة، الدوحة هي الأقرب للناموس مشاهدين الكرام. الدوحة، الدوحة تهانينا من هذا الموقع ومن هذا المكان لهجن الشيحانية على فوزها بالثلاثة المراكز الأولى بالمركز الأول، وهنا مع الدوحة والمركز الثاني هنا أيضا مع مزنة وكلها مع سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي. وعلى المركز الثالث الوصول هنا من الجساسية لهجن الشيحانية، ولحظة وصول هذه الثلاثة المراكز الأولى إلى خط النهاية بقيادة الدوحة وبوصول من مزنة وكذلك وصول من الجساسية. المركز الرابع تصل، كانت هي صاحبة الشوط وفازت بهذا الشوط إلى هذه اللحظات. تشكل الخطر، الخطر قادم من منوى، ولكن خلاص الناموس مع الذهبي دانيل، والناموس لهجن الشيحانية على هذا الفوز، على هذا الناموس في هذا المساء. تهاني لها على هذا الإنجاز، هذه الوجبة، هذه الوجبة لحظة الوصول، لحظة التتويج، لحظة الناموس. تهانينا والناموس أيضا للذهبي سالم بن فران المري. هذا شعار الداودية، شعار الداودية والأسماء العديدة المميزة. مشاهدينا الأعزاء المركز الثاني من وصلت على المركز الثاني لهجر الشيحانية، المركز الثالث الدوحة سالم بن جابر بن فاران المري الذي تألق معنا بالتوقيت الزمني المميز في هذا المساء، وكانت الوجبة هي صاحبة أفضل توقيت في هذا المساء المملوكة لهجن الشيحانية وبقيادة سالم بن جابر بن فاران المري. وهذه هي لحظة وصول الدوحة كذلك لهجن الشيحانية إلى المئة متر الأخيرة، معلنة الناموس والفوز بهذا الشوط. هذه الدوحة تهانينا، تهانينا لهجن الشيحانية كما نهني مضمرها سالم بن جابر بن فاران المري. لحظة وصول الدوحة إلى خط النهاية تشاهدون على شاشة التلفزيون. المركز الثاني وصلت الدوحة كذلك، فازت أمامكم، فازت أمامكم هذه الغارية، فازت بهذا الشوط. ونقول جود إيفنينج على هذا الفوز. يا سلام، يا سلام، مساءك فل، مساءك فل يا الذهبي، مساء النواميس المستمر دائما. يا سلام، أشوف المركز الثاني، هذه منوة، ولكن بدوري أنا أتقدم بالتهاني والناموس لمالك هجر الشيحانية ولمضمرها ولعشاقها ولمحبينها وللشعار العنابي. دائما وابدا نتمنى له الفوز والناموس. هذه لحظات الوصول ولحظات الناموس الى خط النهايه. وصلت الغاليه والمركز الثاني. للقاي القعدان الان ايضا في خطوره من نفس الشعار ومع نفس المضمر. هذه الوجبة مشاهدين الأعزاء تنطلق انطلاق ممتاز، وعشرة على عشرة يا سالم بن فاران.
10 على 10 لهجن الشيحانية. هذه هجن الشيحانية العملاقة المعروفة، هذه وهذا هو الاستعداد الكبير للسباقات القادمة وأيضا للختاميات التي واشكت واقتربت وأيضا هي على الأبواب. هذه مشاهدينا الوجبة تختتم هذا الشوط والتوقيت في خطر كما ذكرت بدون أي تعليمات ولا أوامر. يا سلام يا سلام يا سلام. إذن هذه الوجبة تصل إلى خط النهاية الدوحة على المركز الثاني.